ماشي يا سلام. لم تستطع الحرب التي أخذت قذائفها العشوائية أقدام الطفل عماد أن تأخذ روح التحدي الذي في داخله، فها هو يشارك في المباراة النهائية لدوري ذوي الاحتياجات الخاصة القائمة في ملعب كرة القدم في مديرية المنصورة. اليوم معنا المباراة النهائية لدوري المعاقين حركياً، هنا نقدر أن نستطيع أن نقول لا مستحيل أمامهم، فأي عمل أو أي شيء يريدوا أن يحققوه أو يعملوه فالمجال أمام مفتوح. فنحن في المنتدى الوطني للطفولة والشباب عملنا على مساعدتهم وتشجيعهم ودعمهم معنويا ونفسيا، وكذلك في توفير بعض الاحتياجات لإقامة هذه المباراة النهائية من الكورة ومن التكريم بالكاسات والجرامات والطقم كامل الرياضي. لم نعد ذوي الاحتياجات الخاصة بل ذوي القدرات الخاصة، يقول لسان حال هؤلاء الأطفال الذين حملهم الأمل على ممارسة الرياضة رغم المعوقات الجسدية والمادية، فلا تزال أصوات ضحكاتهم تعلو بالرغم مما خلفته الحرب من أوجاع جسدية ونفسية. المفروض الدولة يعني تكون صادقة مع المعاقين في اللي اقترنته لهم واللي خصصته لهم، إلى الآن احنا ما نحصش حاجة. معانا مدرسين هيئة تدريسية شبه يعني منعدمة لأنها ما تحصلش أي راتب، راتبها حقير جدا يوصل إلى 23 وإنت نازل، طبعا راتب هو عقد بالأصح. فنحن نطلب من الدولة إنها توفي بوعودها تجاه المعاق. المعاق هو جزء من المجتمع. إرادتهم هذه تحتاج إلى أن تمتد إليها يد العون لتسهم في انتشالهم من الواقع المر الذي خلفه غياب اهتمام الجهات المعنية برعايتهم وتأهيلهم وتوفير بيئة صحية ملائمة لهم.